رحلة شاربوفا إلى قمة الرياضة قصة رائعة. برنامج الرياضة عبر العالم زارها في عام 2002 حين كان عمرها 14 عاماً. كنا البرنامج العالمي الأول الذي أظهر ماريا في الإعلام كطالبة مثالية في أكاديمية نيك بولتياري لكرة المضرب الشهير. هذا والدي. قل مرحبا. مرحبا. ولدت في سيبيريا، انتقلت الروسية إلى أمريكا مع والدها لتحقيق حلمها لكي تصبح نجمة تنس. انخرطت بأكاديمية بولتيري المرموقة في 9 من العمر. لم يخطر لي ما يحدث. كنت أعلم أنني